متابعي قناة أبو ظبي الرياضية الأولى هنا في عاصمة الميادين ميدان الوثبة لسباقات الهجن، نأتي بملخص هذا اليوم سن الإذاع سن الإمتاع. الشوط الأول الذي ذهب أيضا من خلال انطلاقات أول أشواط الإذاع 17 شوطا خصصت في هذه الفترة الصباحية، توزعت ما بين الأبكار والجعدان المحليات والمهجنات الأصائل، مذكرين بانطلاقة المساء بإذن الله تعالى في تمام الساعة الثانية من ظهيرة هذا اليوم والخاصة بهجني أصحاب السمو الشيوخ. يأتي أول أشواط هذا اليوم والشوط الرئيسي إلى مساء الزميل والمخرج أبو طلعة أسامة الهواري. هنا مشاهدين الأعزاء مياسة هي أيضا السلالة الصغانية العريقة من أهدت أهالي الوثبة هذا الفوز والانتصار من خلال تواجد أيضا طيار الوثبة الذي ظهر بنجومية كبيرة ورائعة. مشاهدين الأعزاء عبيد بن عبد الله بن عيد المنصوري ليؤكد أيضا مختار بن أحمد هذا التواجد مع السلالة الصغانية والفوز والانتصار بتسع دقائق 28 ثانية 4 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار. بينما ثاني أشواطنا لهذا اليوم أول أشواط المهجنات، تأتي منصورة ليظهر الشعار الاقتصادي بأدائه الكبير ويظهر شعار سعادة فري بن علي بن حمود الظاهري، ويأتي إنتاج شاهين الدار أحد بنوك الإنتاج المملوك لسعادة فري بن حمود الظاهري. تهانينا والناموس وحافظ يا بتكوك على أم منصورة بتسع دقائق 32 ثانية 6 أجزاء من الثانية. بينما شوطنا الثالث ياتوا أبناء العين ليظهر السمران لعبيد بن علي بن يزرب العامري بقوة اندفاعية حينما طلب الهاشم جولة الأوامر إلى خط النهاية بتسع دقائق 34 ثانية 3 أجزاء من الثانية، مهدين إنهاء للطوية هذا الفوز والانتصار. بينما شوطنا الرابع وأول أشواط الجعدان المهجنات الأصايل يأتي مبدع أيضا من إنتاج الفقع ومبدع الرياسة أيضا لصالح بن علي بن حسين بالسيقان المري بتسع دقائق 27 ثانية جزءا واحدا من الثانية. شوطنا الخامس تأتي حربة لسيب سهيل بن خير العفاري فأيضا ظهر أهالي مصانع الجنوب التراثية بتسع دقائق 38 ثانية جزئين من الثانية. انطلق سادس أشواط هذا اليوم فظهر الشعار الاقتصادي مرة أخرى فيأتي بغنايم علي بن فري بن علي بن حمود الظاهري أيضا بالأداء الكبير والمنافسة القوية والتي أيضا ظهرت بالظهور الكبير لأول مشاركة بهذا الشعار بعدما اشتراها بمليون الظهري تسع دقائق 29 ثانية 7 أجزاء من الثانية. تهانينا لسعادة فري بن علي بن حمود الظهري على هذا الفوز والانتصار. بينما شوطنا السابع والخاص بالجعدانيات الراعبي لعوض بن مبارك بن سعيد المهيري ليهدي أهالي سويحان وأبو الراعبي يكون أخو صدع أو صدمة المملوكة لهجن العاصفة تسع دقائق 29 ثانية 8 أجزاء من الثانية. سلام يا سويحان سلام. بينما يأتي هنا أيضا متعب لمحمد بن علي بن سعيد بن حمود الدرعي ليهدي أيضا أهالي القوع هذا الفوز والانتصار بتسع دقائق 29 ثانية 8 أجزاء من الثانية. بينما انطلقت أيضا غدير لسعيد بن محمد بالكيل العامري لتهدي أهالي زاخر بالعين هذا الفوز والانتصار تسع دقائق 25 ثانية جزئين من الثانية. انطلق عاشر أشواط هذا اليوم فعاد الشعار الغرفاوي مرة أخرى الضيف القطري القادم من الشحانية ليؤكد حسين بن علي بالسيقان المري هذا الفوز والانتصار بتسع دقائق 28 ثانية جزئين من الثانية. بينما هنا شوطنا الحادي عشر كان سلطان بن شافي بن حمود العجمي هو أيضا من قدم لنا الشبل في هذا الشوط والانتصار فتهانينا على هذا الفوز والانتصار صار تسع دقائق 28 ثانية وفاء وتماما وكمالا هذا هو شبل. بينما شوطنا الثاني عشر انطلق فيه سيد لأحمد بن سالم بن هياي المنصوري ليؤكد بأن أهالي الوثب متواجدين بنشاط وحيوية ولكن سيد للمعلومة كان العصا في الأبطان بدون أي أوامر تذكر. أيضا تهانينا للمضمر سالم بن علي بن هياي المنصوري على هذا الفوز والانتصار من خلال هذا الفوز لسيد هذا هو سيد تسع دقائق 29 ثانية وأيضا وفاء وتماما وكمالا. بينما شوطنا الثالث عشر كانت تواجيس لعبد الهادي بن ناصر بن محمد بن شابل المري هي من فازت في هذا الشوط وانتقلت إلى المركز الأول بهذا الانتصار الكبير والأداء الكبير والرائع. هنا يأتي من خلال تواجدي هواجيس
هنا مشاهدين الأعزاء لحظات الوصول 9:31 جزئين من الثانية، بينما شوطنا 14 انطلقت فيه مناور العلي بن سلطان بن رشيد الاكتبي فأتى إنتاج المختبر. هذا الأب مناور والأم أيضا حفلة صاحبة الإنجازات، فهنا التحية للمختبر المجموعة العلمية المتقدمة وإلى البروفيسور عبد الحق. بينما 9:31 ثلاثة أجزاء من الثانية توقيت الزمني. شوطنا 15 يأتي منتج لسعيد بن محمد الكيل العامري ب 9:27 سبع أجزاء من الثانية، فيؤكد هذا التواجد وهذا الفوز والانتصار. بينما شوطنا 16 أتى مغايرا تماما بالفوز والانتصار وبالتوقيت الزمني الذي سجله أيضا سالم بن محمد بن بقادة النابت من خلال تواجد الشاهينية التي اندفعت الأمتار الأخيرة، مؤكد هذا الفوز والانتصار بالتوقيت الزمني الذي أيضا أتى مع اللي الشاهينية 9:05 ست أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس. بينما شوط الختام كان أيضا مع أهالي الثميد بإمارة الشارقة، فكان أيضا مانع بن صقر بن بلاقي الاكتبي يأتي مع جليلة الذي قدم لنا شديدة في مهرجان الغربية، يأتي هنا مع جليلة ليؤكد هذا التواجد وهذا الفوز والانتصار. تهانينا للداعم الرسمي صقر بن بلاقي الاكتبي على هذا الفوز والانتصار. هذه هي لحظات الوصول، لحظات الفوز والانتصار. تهانينا والناموس 9:27 سبع أجزاء من الثانية، لحظات الوصول. هكذا هي النتيجة مشاهدينا ومتابعينا الكرام، هكذا شاهدنا الفترة الصباحية. شكرا للزميل المخرج أسامة الهواري، شكرا مسعود الكثيري، شكرا يوسف بن قاسم، شكرا لكل الزملاء الذين تواصلوا معي بالوصف والتعليق. أيضا انطلقت الفترة المسائية في تمام الساعة الثانية من ظهيرة هذا اليوم. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وإلى الملتقى.